عشاق رياضة الملاكمة كثيرين، خلونا نعطيكم اليوم معلومة عن أشهر ثلاث نزالات ملاكمة في العالم. أولاً مباراة محمد علي كلاي مع مواطنه جو فريزر عام 1971، واللي أقيمت على حلبة ماديسون سكوير جاردن في نيويورك. في هذا النزال أسقط فريزر خصمه علي بلكمة خطافية بيده اليسرى في الجولة 15، ليفوز فريزر فيما وصف بنزال القرن العشرين. ثانياً مباراة محمد علي كلاي أيضاً مع مواطنه جورج فورمان عام 1974 ميلادية، واللي أقيمت على ملعب مدينة كينشاسا بدولة زائير. خاض محمد علي مباراة تكتيكية أمام منافس يفوقه قوة، وبدأ في الإجهاز على خصمه في الثواني الأخيرة من الجولة الثامنة ليسقط فورمان دون قدرة على النهوض. ثالثاً مباراة مايك تايسون أمام إيفاندر هوليفيلد عام 1997 في لاس فيغاس. في هذه المباراة أصيب المتابعين بالذهول وهم يشوفوا بطل العالم السابق يعض إذن إيفاندر هوليفيلد في الجولة الثالثة، واضطر الحكم لإيقاف النزال مؤقتاً بعد عض الإذن الأولى، لكن تايسون ما قصر وكمل على الإذن الثانية. أشو أنه الحكم صفر ولا كان صارت علوم؟ بمناسبة حديثنا عن الملاكمة والنزالات، نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط بتنظيم الهيئة العامة للرياضة أقيم في جدة، وجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جوفس بطل رابطة الملاكمة العالمية وكالم سميث حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي. الجميل أن ضيوف الشرف لهذا الحدث كانوا رشيدة ابنة الملاكم الراحل المسلم محمد علي، وكذلك الملاكم العالم الشهير الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العالم الشهير البريطاني من أصل يمني نسيم حميد. سبق النهائي الكبير إقامة سبع نزالات تمهيدية أقيمت في نفس المناسبة، ضمت عدد من الملاكمين يتقدمهم السعوديان عبد الفتاح الجليدان اللي تغلب على الملاكم الجورجي شافيل جوتا سامالا ديتيز، وزهير القحطاني اللي تغلب على الملاكم الجورجي جيورجو جيفينيا شفيلي. أبطال يا شباب ورافعين الراس دايم، إن شاء الله نشوفكم منافسين في أكبر البطولات. ويلا سلام. العنود الطعيمي لبرنامج ساعة شباب.